رحبوا معنا بالأستاذ شريف حمودة. هو ليه الراجل بيعيط وهو بيسلم بنته لعريسها؟ عندك في البيت كم واحدة ست؟ محدش إلا ستات. الراجل مع أولاده ضعيف، الراجل ما بيحب ضعيف. قول بقى عن الراجل بقى شوية بقى أستاذ شريف، قول بقى عن الراجل شوية. تيجي نطلع الساحل؟ جميل الساحل. يعني انت بتحبه ها؟ بس ما تاخدنيش في خناقه، انا مش قدك. الست كان عندها مساحه تسامح جامده جدا، والابهات كانت اصعب بكتير جدا من الابهات الغلابه بتاعت اليومين دول. انا سعيد مع الاعلامي سعيد جميل، الثلاثاء 25 اكتوبر الساعه 11 مساء حصريا على القاهره والناس. أهلاً بكم في العاصمة.